عمل ايش قررت تنتخب هاي السنه؟ كل عمري بنتخب، ما فيش مره ما انتخبتش. اوكي، وبالنسبه للقوائم على اي اساس رح تختار القائمه اللي صوتتها؟ رح اختار قائمه بعرف واحد منها او اكثر. وامتى اخذت هذا القرار؟ يعني هلا؟ من زمان، من لما قريت اسماء القوائم بعرف مين بدي انتخب. اوكي، وبما انه قلت لي طول عمرك بتنتخب، متفائل هاي السنه بهدول الانتخابات بالذات؟ مش متفائل، انا بقول اول مره ممكن يكون ما فيهاش تزوير، بس اما متفائل لا، يعني مشان يصير في عندنا في وعي بدك كثير وقت. احنا شعب جاهل صراحة، يعني ما بنتخب لا واحد لشخصه ولا لا، بنتخب لانه ابن عيلته وابن عشيرته وابن. فانت يعني مطلع على برنامج حد معين؟ مطلع، يعني ما فيش واحد عنده برنامج، فيش عنده واحد برنامج باستثناء واحد اسمه شبلي حداد عندنا في مادبا، هو اللي عنده كان برنامج، وبرنامجه غير قابل للتصديق ولا التنفيذ ولا كلام فارغ. شكرا لك. اهلا.